اللهم صل على محمد وآل محمد، تقبل الله أعمالكم وصيامكم. سؤال اليوم السابع من شهر رمضان المبارك، أسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيه بحق محمد وآل محمد. في بعض الأحيان أعزائي يستيقظ الإنسان من نومه وهو مجنب، الساعة 7، الساعة 8، 10، يعني يستيقظ الإنسان في نهار شهر رمضان وإذا بيجد نفسه مجنب، ماذا يفعل؟ لو استيقظ وهو مجنب هل يؤثر ذلك على الصيام في شهر رمضان أو لا يؤثر؟ هذا هو السؤال. الجواب على ذلك أعزائي، الاستيقاظ جنبا في نهار شهر رمضان لا يؤثر أبدا على الصيام، فيستمر صومه وتستمر نيته سواء استيقظ من نومه مجنبا قبل الزوال، يعني قبل أذان الظهر، أو استيقظ من نومه مجنبا بعد الزوال، ففي كلتا الحالتين يستمر على صيامه. كل ما بالأمر يجب عليه أن يغتسل إذا أراد أن يصلي، يعني في صحة صومه لا إشكال، صحيح صومه صحيح، ولكن متى ما أراد أن يصلي باعتبار مجنب، متى ما أراد أن يصلي يجب عليه أن يغتسل لصلاة الظهر مثلا، فيجب عليه أن يغتسل، فصومه صحيح في أي وقت يستيقظ وهو مجنب، ولا إشكال في صحة صومه. أسأل الله تمام العافية والقبول ببركة محمد وآل محمد.